السلام عليكم ورحمة الله، ورجعنا بعد غياب. والنهاردة بأمر الله، بس معلش اتأخرت عليكم، كنت تعبانة شوية. النهاردة هنعمل ايه؟ هنعمل كفتة داود باشا. نبدأ بأمر الله ونعرف طريقتها ازاي عشان نعملها صح. ما تبص معانا، نسمي بالله ونقول مقاديرنا. معايا نص معلقة ثوم، معايا فلفل حار بس ده اختياري، معايا بصلاية وسط، معايا طماطم معصورة، معايا لحمة مفرومة، معايا دقيق، معايا بقدونس. بس عشان ما نتوهش من بعض هنعمل ايه المقادير بتاعتنا. اهي احط الاول الكفتة كده، واحط حبة بقدونس كده، الدقيق ده في الاخر خالص. ماشي، عرفنا كده. دي الصلصة، ماشي، البصل مع الثوم مع الطماطم مع الفلفل، دي الصلصة بتاعت الكفتة. تعالوا بقى الأول نعمل الصلصة ونرجع نعرف هنعمل ايه في الكفتة. ودي حطيت اهو نص معلقة سمنة. هعمل ايه بقى؟ هقوم حاطة البصلاية بتاعتي كده، واحط نص معلقة الثوم. احنا مش هنخليها تحمر، برضك تدبل شوية كده يعني 10 دقايق، وهنزل بالصلصة وتخليه النار وسط، ما تعليش النار عليه. ابتدي اقلب فيها لحد ما تدبل تحمري. لا، ودي دبلت معانا اهي. هنزل بالطماطم بتاعتي، التوابل ايه بقى؟ فلفل اسود، كمون، بهارات لحمه، ملح، واحط الفلفل الحار بتاعي اختياري. مش عايزه تحطي حار ما تحطيش. سيبها بقى تتسبك، سيبيها تتسبك خالص، عايزاها يبقى لونها مبيتي. وهنشوفها مع بعض برضك عقبال ما تتسبك. يلا نعمل الكفته سوا. حطينا اللحمه وحطينا البقدونس، حطي نص معلقه فلفل اسود، نص معلقة بهارات لحمة، نصاصي كلها نصاص، نص معلقة كمون، الملح بردك خفيف عشان انا حطيت في الصلصة، يعني نص معلقة كمان. وابتدي اعجن فيها. لحد ما تدخلي البقدونس والبهارات كله في قلبيها. وادي اهي عملتها بالطريقة دي، والحجم اللي انت عايزاه. عايزة تعمليها كبيرة، عايزة تعمليها وسط، صغيرة، اي حاجة دي يعجبك انت. انا بفضل الوسط، لا صغيرة قوي ولا كبيرة قوي.
اعملها على الحجم ده كلها كده، ولسه بردك ما خلصتش، في بقية ليها. وجهي هبتدي اعمل بقى ايه، معلقتين دقيق كده معايا، واقوم حاطه الكفته في قلبيه وعاملاها كده. نفس الطريقة كده عشان تطلع متماسكة معايا، ما تفكش في الصلصة. وجهي خلصت معانا بالطريقة دي. معايا زيت في الطاسة، ما تحطيش كتير، وهتشوف المقدار، لان كده كده هتديها تشويحة خفيفة، يعني مش هتحمريها تحميرة جامدة، لا تشويحة خفيفة بس. هبتدي انزل بالكفتة بتاعتي كده، اهو ده مقدار الزيت اللي انا عايزاه. اهو بالطريقة دي كده، وما اخرهاش. اهو بالطريقة دي، وابص على الجنب اللي اتحمر كده، وتاني اقلبها على الجناب كلها، بس مش على طول، يعني 5 دقايق كده. هتحطي زيت اقل من ربع كوباية كمان، ما تكتريش، ما تعومهاش زيت. بصي صدمة خفيفة كده، يعني تلاقي اللون اللي تحت بقى بني، تقومي قلبها على الناحية التانية بالطريقة دي كده. اهو هبتدي اقلبها بقى كلها على الناحية التانية. وجهي طلعتها في الطبق، انا عايزاها بالطريقة دي. هبتدي بقى اعمل ايه، هبص على الصلصة كده، قربي من الصلصة. بصي اهي سبكت اهي، هبتدي انزل بالكفتة كلها كده. اديها تقليبة خفيفة في الصلصة. بعد لما بتحطي الكفتة ما بتاخدش يعني 10 دقايق بالظبط، وبتقومي طافية عليها النار 10 دقايق، ونرجع نقدم طبقنا مع بعض. ودي كده اهي اكلتنا خلصت. بصوا شكلها وطعمها والله العظيم جميل، وانتي هتجربي وتحكمي. امشي على الطريقة هتطلع منك زي العسل، وزي ما اتفقنا بردك جنبيها طبق رز. الكفتة لازم كفتة مسلفة، لازم يكون جنبيها رز. لو عجبتكم الوصفة النهاردة والطريقة، ما تنسونيش باللايك والاشتراك والدعوة الحلوة، والسلام عليكم ورحمة الله.